تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين هذا اليوم. فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين. ويرافق جلالة الملك أيده الله الفريق ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة. كما كان في الاستقبال سعادة الفريق ركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط. وقد رفع كبار الضباط إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله ورعاه صادق تعازيهم ومواساتهم بوفاة معالي الشيخ عبد الله بن سلمان بن خالد الخليفة رئيس المكتب العسكري لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس هيئة الأركان الأسبق رحمه الله، حيث أشاد جلالته حفظه الله بمناقب الفقيد وإسهاماته الكبيرة التي اتسمت بالإخلاص والكفاءة الرفيعة للرقي بالمسيرة الظافرة المباركة لقوة دفاع البحرين منذ مرحلة التأسيس، داعيا جلالته حفظه الله المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. كما عرب جلالته رعاه الله عن شكره وتقديره لصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على جهوده الوطنية وأسهامته المخلصة في تطوير أسلحة ووحدات قوة الدفاع، وأثنى جلالته على عطاء جميع منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان وحرصهم الدائم على حمل الأمانة بكل إخلاص. وأشاد صاحب الجلالة بالجهود القيمة التي بذلتها قوة دفاع البحرين في إنجاح أعمال الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قمة البحرين التي عقدت في المملكة مؤخرا، شاكرا جلالته رعاه الله تعازيهم الصادقة ومشاعرهم الطيبة، حيث بادلهم جلالته التعازي مشيدا بما يقومون به رجال قوة دفاع البحرين من واجبات وطنية سامية بشجاعة وعزيمة صادقة، حيث أثبتوا ذلك في العديد من المهام التي أوكلت لهم لما فيه الخير والأمن لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام والمساهمة الخيرة في أمن المنطقة، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.